خلال جلسة عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، أعاد مجلس الشورى مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وذلك بعد مداولات أكد خلالها أصحاب السعادة الأعضاء أهمية إعادة صياغة ما تضمنته مواد المشروع، وصى تأكيدا على أهمية توفير أفضل الخدمات ذوي الهمم والعمل على مراعاة احتياجاتهم والارتقاء بها ضمن الإطار التشريعي. تضمنت الجلسة أيضا بحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بتعديل قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى عدم الموافقة على مشروع القانون لوجود العديد من النصوص القانونية النافذة التي تحقق الغرض والهدف من المشروع. وفي سياق جدول أعماله، ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وأوصت فيه بعدم الموافقة على المشروع لأن الأهداف المرجوة من تكفلها أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية. اليوم كان جدول أعمال حافل بالعديد من المواضيع، وبينت الحكومة في كل موضوع وجهة نظرها التي اتفقت أيضا مع رأي اللجان عندما قامت بدراسة هذه المواضيع. تم الإشارة أيضا إلى دور الحكومة فيما يتعلق بالاهتمام بتطبيق القانون، وكذلك أيضا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتوعوية لحماية القصار من قضية الموضوع المخدرات وغيرها. وتم توضيح أن هذه النسبة ولله الحمد نسبة قليلة جدا في مملكة البحرين بفضل الجهود التي تبذل على كافة الأصعدة. لا شك أن الحكومة لن تدخر جهدا فيما يتعلق أيضا الجانب الثاني، وهو موضوع الرعاية ذوي الإعاقة وما يحتاجونه من خدمات. وضحنا في هذا الجانب ما يتم شرحه سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لأن هؤلاء الأخوة لهم حق دستوري تكفله القوانين والأنظمة، والحكومة لن تتردد في اتخاذ ما من شأنه خدمتهم وتقديم وتسهيل أيضا الخدمات المناسبة لهم.